هاي، معكم كارول من أسنابل نيوز. كرمس بالاتحاد قوة نظمته رعية مارفا وآغادير. تعالوا نشوف شو سر هيدا الاسم. نحن بنرعية مارفا وآغادير بجوني. عندنا بالمجلس الرعوي حوالي 15 منظمة بالرعية، وهالمنظمات كلها بتشتغل رعائيا تحت سلطة الأبونا بير جوزيف سلوم بير إيلي أبي سعد بعيونه. هيدا النشاط نحن بنعمله نشاط سنوي بمناسبة عيد مارفا وأغادير. بنعمل ثلاثية صلاة، بنعمل صلاة المساء، بنعمل القداس، بعد القداس بنعمل نشاط. السنة عندنا نشاط مشترك بين كل المنظمات الرعائية، وسميناه هذا النشاط بهذا الكرم، سميناه بالاتحاد قوة، لأنه بس يكون في عمل جماعي بين كل الجماعات بيطلع نشاط مميز وبنخلق الروح الرعوية اللي هي مطلوبة عندنا بالرعية. اليوم عندنا سهرة كمان مميزة، فيها كتير مفاجآت، في طومبولا، في عندنا جوائز مميزة. هالعمل بيخلق نوع من الدينامية بين الجماعات، والهدف تبعه الترفيهي وخلق هالدينامية بالجماعات، واللي يتعاونوا كلهم على نفس يكون عندهم هدف واحد بروحانية واحدة. اللعبة هي انه لازم نحط بقلب الكباية 500 و250ات نلعب ضد بعض، وإذا الكباية بتغرق اللي بغرق الكباية هو اللي بيخسر. هذا الكرمس كتير حلو، مبسوطين. هي اللعبة بتحكي عن مسمار، بدي دق دقة أنا دقة هي، اللي بفوتوا على الآخر وبيكون جالس بيربح. أنا عم بلعب هون مبسوطة. احنا من رعية مارفا، احنا الشبيبة قاعدين على الستندات عم تنسلي الأولاد وهيك، وهي اللعبة بتتضمن شمعة بلعانة بدهم يرشوا عليها فرد المي تيطفوها، وإذا طفوها بيربحوا معنا. أول شي بشكر رعية مارفا، وأنا يعني مبسوط كتير هون، وأنا أكتر لعبة يعني مبسوط فيها هي السكساكر. مثل ما شفنا هيدا الكرمس كان بيتضمن كتير ألعاب ونشاطات مسلية، وأنا بنصحكن إنه بالصيفية تقضوا وقتكم بهيك نشاطات. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز.